ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് വരാനുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാം ആലിമികളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇലാ ഹദ്റത്തി നബിയ്യന വ ശഫീഇന മുസ്തഫാന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിന സ്സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. സ്സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം വലല്ലാലീൻ. ആമീൻ. വ ഇലാ ഹദ്റാതി അർബാഇ സാദാതിന الأقطاب الأربعة قدس الله أسرارهم ورضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة سيدنا وقطبنا قطب الأقطاب غوث العالم سلطان الهند غريب نواز خاجة معين الدين الجس الأجميري قدس الله تعالى سره العزيز نفعنا الله به في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات أرواح ساداتنا جميع مشايخه ووصوله وفروعه ومريده وتلامذته وخدمائه خاصة قدس الله أسرارهم ورضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيدنا وقطبنا وغوثنا غوث العالم السلطان ഇബ്രാഹിം ബാത്തിഷ ശഹീദ് ഇർബദി ഖദ്ദസ അല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شيخ داود الحكيم المتبرد قدس الله تعالى سره العزيز نفعنا الله به في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات أرباعي ساداتنا جميع مشايخ الطريقة القادرية والرفاعية ونقشبندية والسهروردية والشاذرية والجسية والطبقاتية والستارية والقلندرية وسائر مشايخ المتسلسلين منهم إلى وقتنا هذا قدس الله أسرارهم ونفعنا الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وفتوحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرات أرواح ساداتنا كل ولي وولية لله تعالى والشهداء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها صغير وكبير وذكر وأنثى كلهم أجمعين من الأحياء والأموات قدس الله أسرارهم ورضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرات أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا، وإلى حضرات أرواح جميع أقاربنا، وإلى حضرات أرواح المدفونين في جوانب هذا المسجد، وإلى حضرات أرواح أموات المسلمين عما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ഒന്നായിട്ട് അവസാനം ദ്വാരക്ക. ഇത് റബ്ബിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനയിൽ നടത്തി വരുന്ന സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ അൽജിസ്സി അൽഅജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ ആണ്ട് നേർച്ചൻ്റെ മജ്‌ലിസാണ് ഇവിടെ മൗലിദ് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന മുറാദുകളും ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മജ്‌ലിസിലിരിക്കണം. നമ്മുടെ സ്വന്തത്തിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, നമ്മളെ കുടുംബം, നമ്മളെ ഭാര്യ മക്കൾ, നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ, എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളിലെല്ലാം വീടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയത്താക്കിയിട്ട് മജ്‌ലിസിലിരിക്കുക. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അവിടുത്തെ മദദ് കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ ദുആ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുറാദുകളെല്ലാം വീടിത്തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ലാഹിരിയും ബാത്തിനിയായ റൂഹാനി ജിസ്മാനി സിഹ്ർ സംബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രോഗങ്ങളെല്ലാം ശഫിയാക്കി തരട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപന ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉയർച്ച, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മെച്ചം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളെ കണ്ണിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഇതിലെന്തെല്ലാം ഖൈറുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചു തരട്ടെ. ഇതിലെന്തെല്ലാം ശർറുകൾ വരുന്നുണ്ടോ അതിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്തിലാക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും സ്ഥാപനത്തെ ബാധിച്ചതായ കനത്തതായ കടങ്ങളുണ്ട്. ആ കടങ്ങളെല്ലാം ഈ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ടും ഹാജാത്തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ മശായിഖന്മാരുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെ കടങ്ങളെയും അള്ളാഹു തീർത്ത് ആ കടമാകുന്ന കുടുക്കിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അപ്പുറപ്പുറം സദസ്സിൻ്റെ അകത്ത് അലിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കണ്ട. സദസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി വന്നിട്ട് സ്ഥലം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഇരുന്നോളി. വലിയ നല്ല കുളത്തിൻ്റെ മജ്‌ലിസാണ്, ഒരു കൊല്ലത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം നടക്കുന്ന സദസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ സന്ദർഭം നല്ല ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വക്കുന്നുള്ള ഇതായിരിക്കുന്ന ഒരു കൊടുതി, ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇജാബത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ സദസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ആഗ്രഹിക്കാം. അള്ളാഹു അതിലേക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങാം. അവിടുന്ന് الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاه كامله امين وسلم سلاما تاما امين على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد امين وتنفرج به الكرب امين تقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم آمين ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آمين على آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك أوصل اللهم ثواب تلاوتنا هدية طيبة مباركة منا آمين إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأهل الخير كلهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وإلى حضرات الأولياء والعلماء والأقطاب والنجباء والأبدال والأوتاد والأخيار وذاكرين الله كثيرا وذاكرات آمين رضي الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين آمين آمين خاصة إلى حضرة القطب الرباني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى وخاصة إلى أحد سيدنا أحمد الكبير الدفاعي رضي الله تعالى وإلى أحد سيدنا أحمد البدوي رضي الله وإلى أحد سيدنا إبراهيم الدسوقي رضي الله وإلى حضرة شيخنا ومرسلنا أبو الحسن علي الشاذلي رضي الله خاصة إلى حضرة غريب نبات خاجة معين الدين الجشتي الجبيري قدس الله سره العزيز وكافة الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين رضي الله تعالى عنهم وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأقربائنا وعلمائنا وزملائنا وإلى حضرات إخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين اللهم أعلي درجاتهم آمين اللهم جمع بيننا وبينهم في الجنة آمين ومطعنا ومطعهم آمين بلقاء وجهك الكريم آمين مع رضوانك الأكبر في جنات النعيم آمين نسألك اللهم بحقهم آمين وبجاههم اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها آمين ومن العصمة دوامها آمين ومن الرحمة شمولها آمين ومن العافية حصولها آمين ومن العيش أرغده آمين ومن اللمد أسعده آمين ومن الإحسان يتمه آمين ومن الإنعام عمه آمين ومن الفضل عذبه آمين ومن اللطف أنفعه آمين اللهم علمنا ما ينفعنا آمين وانفعنا بما علمتنا آمين وزدنا علما آمين آمين الحمد لله على كل حال آمين نعوذ بالله من نار أهل النار اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك آمين وذكرنا ما نسينا آمين وعلمنا ما جهلنا آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين اللهم اغفر لحينا وميتنا آمين وشاهدنا وغائبنا آمين وصغيرنا وكبيرنا آمين وذكرنا وأنثانا آمين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام آمين ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم آمين ولا تفتنا بعدهم آمين واغفر لنا ولهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما آمين ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا ولا متبعنا ولا ممن حضروا في مجلسنا آمين شقيا ولا مطرودا ولا محروما آمين اللهم ادخلنا الجنة مع الفائزين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah bi tahmidin wa tashkiri wa tamjidin wa takbiri wa tawhidin wa takthiri بدأنا مدح أجميري صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مشهرة فضائله
منورة فواضله موفق صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وضام الحوض مجذوب بمقصود ومطلوب ومهدي لمرغوب ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله طه رسول صلاة الله سلام الله ولي الله قدوتنا معين الدين أسوتنا وغوث الكل عمدتنا ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سرى سيرا بلا فصل مريدا طالب الوصل إلى عثمان ذي الفضل ولي الهند أجمير صلاة الله صلاة الله سلام الله وبايعه مع الشوق وصاحبه مع الذوق وعاهده بلا فرق ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كرامته عدت عدا عنايته غدت ندا هدايته سرت هندا ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وروضته لنا جنة بلا صارت لنا جنة لدفع الشر من جنة ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله طبيب القلب بالعرفان معين الكل بالإحسان وعون الحازن اللهفان ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ومأمور من الهادي لإسلام بإمدادي وتبعيد للإلحادي ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وجاء من داخل الكعبة نداء كان ذا هيبة
قبلناه بلا خيبة ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كذا جه من نبي الله جواب يا ولي الله عليك سلامنا لله ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بجشت بايع الخضرا بنجم الدين قد حضرا وغوث الأرض من سفرا ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله معيني كن معينا لي وعونا يا أبا الفضل دواما غير منفصل ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وتمم لي عنايتكم وعمم لي هدايتكم وخصص لي كرامتكم ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله معيني كن معينا لي وعونا يا أبا الفضل دواما غير منفصل ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وتمم لي عنايتكم وعمم لي هدايتكم وخصص لي كرامتكم ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وقلبي دائما مائل إليكم ها أنا السائل فلا تطرد بلا نائل ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله ذي النعم على ياسين والقسم وآل صحبه النجوم ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين
حبيب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بطن بذاته في أزليته وظهر بصفاته في أبديته واستعلن بأسمائه في سرمديته وتجلى بأفعاله في أبديته هو الأول في الأزل والآخر في الأبد والظاهر في السرمد أحمده سبحانه وتعالى الولي المعين لمن التجا إليه في إسعاف مراده لا يمكن أما بعد سبحانه وتعالى الولي المعين لمن التجا إليه في إسعاف مراده إلى يوم الدين أما بعد فهذه رسالة في مناقب الختم الغوث السيد خواجة معين الدين الجسي الجميري دام علينا فضله الجهري والسري الذي هو صاحب المقامات العليا والدرجات السنية وفضل من تنفرت به الديار الهندية بعدما كانت محفوفة بالظلمات الكفريات والإلهادية وكم من شقي صار به سعيدا وكم من قسي عاد به مجيدا كيف لا وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام في عالم المنام يا معين الدين أنت عمي ديني المبين وعماده المتين وركنه الركين وقد أعطيتك من عندي خلعة الولاية ورتبة الإرشاد والهداية فأي مرتبة عظمى من هذه المرتبة وأي منصب وسيلة كبرى من هذه المنصب رضي الله عنه أدام فينا الفيض منه والصلاة والسلام على من اقتبس من نوره جميع الأنوار وانبجس من سره سائر الأسرار سيدنا ومولانا آدم عليه السلام ومن دونه من النبيين تحت لوائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وجميع أوليائه آمين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية على الحمد لله ولي كل ساعات على ما حبنا أخرى نور النبوة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية بأقطاب أزمان فكانوا بطرقهم يداوون أمراض
قلوبي بحكمتي شموس بدور ما نجم فمنهما وشهب وبرق في سماء الله ديتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات فمن شمسهم في الهند أجمير غوثنا معين لدين الله جشت طريقتي جواد أرطاياه على الناس جارية بلا فتر في كل صلاة الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وضام الحول مجذوب بمقصود ومطلوب ومهدي لمرغوب ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله ولي الله قدوتنا معين الدين أسوتنا وغوث الكل عمدتنا ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سرى سيرا بلا فصل مريدا طالب الوصل إلى عثمان ذي الفضل ولي الهند أجمير صلاة الله صلاة الله سلام الله وبايعه مع الشوق وصاحبه مع الذوق وعاهده بلا فرق ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كرامته عدت عدا عنايته غدت ندا هدايته سرت هندا ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وروضته لنا جنة بلا صارت لنا جنة لدفع الشر من جنة ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله طبيب القلب بالعرفان معين الكل بالإحسان وعون الحازن اللهفان ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله
സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ വമഅമൂറും മിനൽ ഹാദി ലിഇസ്ലാമി ബിഇംദാദി വതബ്ഈദിൽ ലിൽഹാദി വലിയുൽ ഹിന്ദി അജ്മീരി സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وجاء من داخل الكعبة نداء كان ذا هيبة قبلناه بلا خيبة ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كذا جه من نبي الله جواب يا ولي الله عليك سلامنا لله ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بجشت بايع الخضرة بنجم الدين قد حضر وغوث الأرض من سفرا ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله معيني كن معينا لي وعونا يا أبا الفضل دواما غير منفصل ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وتمم لي عنايتكم وعمم لي هدايتكم وخصص لي كرامتكم ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله معيني كن معينا لي وعونا يا أبا الفضل دواما غير منفصل ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وتمم لي عنايتكم وعمم لي هدايتكم وخصص لي كرامتكم ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وقلبي دائما مائل إليكم ها أنا السائل فلا تطرد بلا نائل ولي الهند أجمير صلاة الله
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله ذي النعم على ياسين والقسم وعلى صحبه النجوم ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بطن بذاته في أزليته وظهر بصفاته في أبديته واستعلن بأسمائه في سرمديته وتجلى بأفعاله في أبديته هو الأول في الأزل والآخر في الأبد والظاهر في السرمد أحمده سبحانه وتعالى الولي المعين لمن التجأ إليه في إسعاف مراده لا يمكن أما بعد سبحانه وتعالى الولي المعين لمن التجأ إليه في إسعاف مراده إلى يوم الدين أما بعد فهذه رسالة في مناقب الختم الغوث السيد خواجة معين الدين الجسي الجميري دام علينا فضله الجهري والسري الذي هو صاحب المقامات العليا والدرجات السنية وفضل من تنفرت به الديار الهندية بعدما كانت محفوفة بالظلمات الكفريات والإلحادية وكم من شقي صار به سعيدا وكم من قسي عاد به مجيدا كيف لا وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام في عالم المنام يا معين الدين أنت عمي ديني المبين وعماده المتين وركنه الركين وقد أعطيتك من عندي خلعة الولاية ورتبة الإرشاد والهداية فأي مرتبة عظمى من هذه المرتبة وأي منصب كبرى من هذه المنصب رضي الله عنه وأدام فينا الفيض منه والصلاة والسلام على من اقتبس من نوره جميع الأنوار وانبجس من سره سائر الأسرار سيدنا ومولانا آدم عليه السلام ومن دونه من النبيين تحت لوائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وجميع أوليائه آمين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية أهل الحمد لله
وعلي كل ساعتين على ما حبنا أهرى نور النبوة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية بأقطاب أزمان فكانوا بطرقهم يعدون أمراض القلوب بحكمة شموس بدور ما نجم فمنهم وشهب وبرق في سماء الله ديتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرياتي فمن شمسهم في الهدي أجمير غوثنا مرعين لدين الله كشت طريقتي جواد أرطاياه على الناس جارية بلا فتر في كل وقت وسارتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرياتي وسيد ساداتي زماني جميعهم وقدوتهم من غير شك وريبة ورحيم خلق الله موصلهم إلى سواء طريق المستقيم بهمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرياتي صلاة وتسليم وأنما تحياتي على سيد السادات خير البرياتي محمد الهادي وآله وصحبه وأولاده من غير حد وحسرتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات ورضوان ربي معين لديننا وآبائه والأمهات الأجلة عفى الله عن مداهي غوث البرية وأسقامه يشفي بكاشف كربتي وسمع مدح حاضرين وأهليهم ومطعم ألواني طعامي بهمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وأما نسبه كما ذكر في مواهب الرب المعين وسيدنا ومولانا ولي الهند السيد خاجة معين الدين حسن سنجري ثم الأجميري رضي الله عنه ابن مولانا سيد غياث الدين أحمد ابن مولانا سيد كمال الدين ابن مولانا سيد أحمد حسين ابن مولانا سيد نجيم الدين طاهر
ابن مولانا السيد خواجه عبد العزيز حسين ابن مولانا السيد ابراهيم ابن مولانا السيد الامام علي موسى الرضا ابن مولانا السيد الامام موسى القاضم رضي الله عنه موسى القاضم رضا ابن مولانا السيد الامام محمد جعفر الصادق رضي الله عنه ابن مولانا السيد الامام محمد الباقر رضي الله عنه ابن مولانا السيد الامام زيد العابدين رضي الله عنه ابن مولانا سيد الشهداء وسيد شهيد كربلاء سيد الامام حسين رضي الله عنه ابن مولانا وسيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه ورضي الله عنه وعنهم وادام بنا بره وبرهم وهذا نسبه من جهه ابيه واما نسبه من جهه امه رضي الله عنهم فهو سيدنا سلطان الهند خواجہ معین الدین حسن السنجری ثم الاجمیری رضی اللہ عنہ ابن سیدتنا ام الورع ماہ نور بنت مولانا سید داود بن داود بن مولانا سید عبداللہ الحنبلی رضی اللہ عنہ ابن مولانا سید یحیی الزاہد رضی اللہ عنہ ابن مولانا سید محمد مورث رضی اللہ عنہ ابن مولانا سید داود رضی اللہ عنہ ابن مولانا سيد موسى الجون رضي الله عنه ابن مولانا سيد عبد الله المحل رضي الله عنه ابن مولانا سيد حسن المثنى رضي الله عنه ابن مولانا سيد حسن رضي الله عنه ابن مولانا اسد الله الغالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنهم وادام علينا الفيض منه ومنهم فهو رضي الله عنه شريف الطرفين وظريف الابوين حسني أبا وحسني أما وأما شيخ السيدين عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم سلطان الهند خاجة معين الدين جدين الجسدي الأجميري رضي الله عنه مولانا سيد خاجة حبيب الرحمن رضي الله عنه حضرة عثمان الخاروني رضي الله عنه جسدي رضي الله وشيخه مولانا سيد خاجي حاجي شريف زندني جستي رضي الله عنه وشيخه مولانا سيد قطب الدين مودود جستي رضي الله عنه وشيخه مولانا سيد ناصر الدين ابو يوسف رضي الله عنه ابن محمد شمعان جستي رضي الله عنه وشيخه مولانا سيد ابي محمد جستي رضي الله عنه وشيخه مولانا السيد ابي احمد عبدال جستي رضي الله عنه وشيخه مولانا سيد ابو اسحاق الشابي جستي رضي الله عنه وشيخه مولانا سيد ممشى علي علوي دينوري رضي الله عنه وشيخه مولانا سيد امير الدين ابو هبيرة البصري رضي الله عنه وشيخه مولانا سيد سديد الدين حذيفة المرعشي رضي الله عنه وشيخه مولانا سيد سلطان التاركين ابراهيم رضي الله ابراهيم بن ادهم رضي الله عنه وشيخه مولانا سيد فضيل بن يال رضي الله عنه وشيخه مولانا سيد ابو الفضل عبد الواحد ابن زيد رضي الله عنه شيخه مولانا سيد سلطان الاولياء برهان الاصفياء ابو النصر ابو الحسن البصري رضي الله عنه شيخه شاخ مردان شير يزدان امير المؤمنين امام المتقين اسد الله الغالب امام المشارق والمغارب سيدنا ومولانا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وشيخه سر عالم كائنات مفخر الموجودات احمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نفعنا الله بفيوضهم ودفع عنا بهم غما وهما وسقما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين
صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أهل بيت الرسول أنتم هدائي يا أحفاد العلي أنتم رجائي يا أسباط الرسول أنتم غنائي يا بضعة البتول أنتم هنائي صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على رسول المعلى يا أبناء الحسين أنتم دوائي يا فروع الحسن أنتم شفائي يا أغياث العباد أنتم فنائي يا أقطاب الوجود أنتم منائي صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على رسول المعلى يا أولي الصلحاء أنتم بهائي يا تيجان العرفاء أنتم جلائي يا كنوز الطالبين يا حمائي يا جنود الإله أنتم كلائي صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على رسول المعلى يا نجاة الهالكين يا مرادي يا رحام العصاة أنتم دوائي يا ملوك البرايا أنتم ملاذي يا أصفي الأصفياء أنتم دوائي صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على رسول المعلى يا إلهي بأهل بيت الرسول حصلنا لمطلوب ومنائي صلواتي على النبي وسلامي أهل بيت وصحبه الكرماء صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على رسول المعلى أذكر بالسبانية الكبرى عن خزينة الأسبياء بأنه رضي الله عنه تولد في صبية يوم الاثنين الرابع عشر من رجب المرجب في السنة السابعة والثلاثين وخمسمائة كيف دعت ألوان قال في تذكرة المبين قد كان الخاجة رضي الله عنه في عالم الطفولية طالبا للمولى وراغبا في تحسين الأولى فتصدق بجميع ما كان عنده من متاع الدنيا القليل متبتلا إلى الله الجليل وتوجه إلى بخارى مترددا في البزار والصحارى وكان ذاك مركز درس وتدريس وموضوع تأثير علم النفيس فمكث هناك عدة من الأزمان وحفظ عن ظاهر القدم من إسام الدين البخاري كتاب الله القرآن ثم أصل العلوم الدرسية والفنون الظاهرة القدسية ثم توجه بأزمي المسون إلى قصبة هارون لأجل ما سمعه من كرامات وحالات الشيخ أبي النور عثمان الهاروني نفعنا الله بفضله الرباني فتشرف بزيارته وأخذ منه البيعة بإرادته ومكث في خانقه زمانا بالرياضات والمجاهدات والعبادات والمراقبات والعاصل أنه أفنى في خدمته وصحبته 20 من سفر وإقامة بغاية من الأدب والاستقامة فنال منه الخرقة والخلافة الجسية ومزار هذا الشيخ أبي النور عثمان الهاروني في مكة المشرفة عند قرب مكان الشريف صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع ما ناب منابه من النواب رضي الله عن الحسن
رضي الله عن المعين، رضي الله عن الحسن، رضي الله عن المعين، رضي الله عن الحسن، رضي الله عن المعين. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في وادي، بشرى لي قوم جدهم محمد، فرض علينا حبهم بالسند. إن فات دنيا لم تفت والله، دولتهم كبرى وحكم المدد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، تصريفهم يجري لي كل مالك، كذا لي مملوك بلا تعند. منهم ولي الهند خاجة سيدي، معين دين السنجري المولد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، وقد ما شانح والبخار بعدما أنفق أموالا بحسن القصد، وحفظ القرآن عند شيخنا حسام دين في البخار المجيد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، أصلى من كل العلوم ما يهيم، فقال أقرانه بالرشد لنحوي هارون، توجه بنحوي هارون توجه طليبا، عثمان أبا النور كثير المدد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، بايع بالطريقة الجشدية عشرين عاما صحب هذا المرشد، صار إلى أفق الكهال بغايتي، فنهلا من مولى عظيم المجد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، يا ربنا ارزقنا زيارة شيخنا معين دين النجم ري المرقدي،
روضته لنا كروضتي جنتي فأديم إلهي فيضاها للأبد يا ربي صل على رسولك سيدي والآل والصحب وكل المرشدين يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في تذكرة المعين حاكيا أن قطب الهندي خاجة معين الدين رضي الله تعالى أنه قال فبعدما حصلت إلى الخلافة بعدما حصلت لي الخلافة التامة اشتقت إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فتوجهت من بغداد مع خاجة قطب الدين باختيار الكاكي وغيري من بعض المريدين إلى مدينة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فتشرفنا بزيارة النبوية فيوم من الأيام كنت جالسا في مواجهة روضة المصطفية فجاء النداء من داخل روضة سيد الإنس والجان أن ادخل علينا يا معين الدين بلا توان فدخلت في روضتي بغاية من الأدب التام وسلمت عليه بأحسن السلام فجاء الجواب من ذلك الجناب بأني وضعت على رأسك تاج ولاية هندوستان فاذهب إليه واجعل أجمير مسكنك ومسكن أولادك إلى يوم القيامة من بين البلدان وستدفن فيه ويتبرك به الإخوان على ممر الأزمان فلما سمعت هذا النداء تحيرت لي أني قبل هذا ما عرفت أجميرا ولا به سمعت فراقبته صلى الله عليه وسلم فورا فتشرفت وتنورت برؤية جمالي تشرفا وتنورا واستفصلت منه من هذه القصة تفصيلا فأعطاني صلى الله عليه وسلم رمانا كان في جميع العوالم منقوشا ومفصولا وطلبت أجمير فيه فما وجدت فأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعه المبارك إليه فعرفت وسبب عدم وجدان أجمير سريئا في ذلك الرمان لأنه ما أمر كما ينبغي في ذلك الزمان وبعد ذلك تحيى الشيخ للخروج من المدينة المنورة فخرج منها مع الأربعين من مريدي الصادقين إلى جهة هندوستان فوصل على طريق غزنين ولاهور ودهلي إلى أجمير الشريف بعون الله الملك المنان وتمام قصة مجيئه إلى أجمير وقتاله لملكه وعساكره الكفار طويلة مذكورة في كتب مناقبه مسطور صلى الله على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من هو معين للدين. رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم رضوان رب الكريم عن الولي الإمام خاجة معين الأنام مني عليه السلام بعدما نال الولي من النبي العلي خير قتال لبس باهي
من خير شوب المنام يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم زار روضة النبي فجاني داع الأمي من داخل للولي حينما أبدى السلام بل جاء إذن صريح منه وأمر صحيح يا معين يا فصيح ودخل بنا بالغرام يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم بعقب هذا النداء قد دخل بارتناء في روضات باهتداء فشفاها بالكلام قال له بالعناية أعطيت تاج الولاية في الهند شهد هدايا فيها ليوم القيام يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أرطى رمان دهشين فيه جميع نقوشي بلداني دنيا بنقشي أعظم بهذا المقام وأرى فيها أجميرا فيها اسكن أنت قريرا فيها تكن مقبورا ذا قول خير الأنام يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم فجرى مع المريد إلى أجمير المجيد لأمر خير العبيد فيها حصل المرامي الله صلى وسلم عليه دوما وكرم والآل حزب تعالى والصحب جمع كرامي والمادي
حين بشوقي والسامعين بذوقي والمطعمين برزقي على اسمي هذا الإمام يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. അതാണ് കൊടുക്കുന്നു. കോല ഫി തദ്കിരത്തിൽ മുഈൻ കാന ശൈഖു റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു യഹ്ദിൽ ഖൽഖ ഇലാ തരീഖിൽ ഹഖ് കമാ കാന മഅ്മൂറൻ മിൻ ഇൻദി റസൂലി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫസ്വാറ ബിളാഹിരിഹി മഅൽ ഖൽഖി വബാതിനിഹി മഅൽ ഹഖ് فلم يجر نفس من أنفاسه في غير ذكر الله ولم ينقل حين من أحيانه إلا في إحياء دين الله فمكث رضي الله تعالى عنه في الهند أكثر من 40 عاما مشتغلا بإبادة ربه ركوعا وسجودا وقياما وحكي عن خواجة قطب الدين بختيار كاكي رحمه الله قال إني كنت في خدمة الشيخ خواجة معين الدين رضي الله تعالى عنه 20 عاما فما رأيته يغلب ولو على أحد انتقاما وحكي أن الشيخ رضي الله تعالى عنه كان يتوجه في كل ليلة بعد العشاء إلى مكة المكرمة ويطوف بالكعبة المعظمة ويراه الحجاج في الطواف ولا يطلع على هذا الخبر أحد من أهل بيته الأشراف وكانوا يظنون أنه يعبد رب البيت في داخل البيت ثم ظهر أنه يذهب في كل ليلة إلى الكعبة ويرجع إلى البلد قبل طلوع الفجر بلا ريب وحكي أيضا أنه رضي الله تعالى عنه إذا لازمه أحد 3 أيام يكون من أرباب الحال وأصحاب المقام ونقل عن قطب الدين أن الشيخ رضي الله تعالى عنه كان يدعو الله تعالى بأنه لا يدخل الجنة إلا مع مريديه فجاء النداء من الغيب نحن استجبنا دعاءك بلا ريب ثم قال يا رب إن كل من يدخل في سلسلتي بالغرام هو من مريدي بلا كلام إلى يوم القيام فجاء الجواب من الملك الوهاب بأن قبلنا منك هذا الخطاب وله رضي الله تعالى عنه من الكرامات ما لا يحصى ومن خوارق العادات ما لا يستقصى وقال في تذكرة المؤين أن الشيخ رضي الله تعالى عنه توفي في وقت السحر ليلة يوم الاثنين 6 من رجب الفرد الحرام في السنة 63 من هجرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ودفن في هجرته المسكونة بأجمير الشريف نور الله مرقده وقدس سره المنيف فأمره رضي الله تعالى عنه حين وفاته على ما نقلناه قد بلغ 96 من السنين صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأوليائه العارفين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين
الله عليكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب ارضى عن المعين الدين سلطان هند إمام الناس كلهم هاب المكارم والأخلاق قطيبة خليفة المصطفى ذي الجود والكرم مولاي صلي